موقع اليمن نت الذي سلط ضوء على فساد قطاع القضاء في اليمن، حيث تشهد مؤسسات القضاء في اليمن فسادا كبيرا، والحال كذلك من قبل الحرب، لكن الأمر زاد بعدها سوءا. يقول الموقع إن الحالة في مناطق سيطرة الحوثي هو الأسوأ، إذ أن انقلاب الجماعة على مؤسسات الدولة ومخالفتها القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية هو السبب الرئيس لوجود الفساد في القضاء بشكل عام في اليمن. وفقا لموقع اليمن نت، فإن أسباب الفساد في مؤسسات القضاء هي الحرب وانهيار مؤسسات القضاء كاملة وبنيتها التحتية وقلة الدعم المالي، فضلا عن أن رواتب وأجور موظفي المحاكم والقضاء زهيدة جدا، وعن آثار الفساد السيئة في الجانب القضائي فهي سلبية وكبيرة تنعكس على المجتمع، فعدم الإنصاف يؤدي إلى زيادة المنازعات بين الناس واللجوء إلى استخدام قوة السلاح والخروج عن القانون، وكذا انتشار الثارات والعصابات، وهو ما يقود إلى انهيار المجتمعات وانتشار الفوضى.